ويلاقي نفسه مبررات يا دكتور. طبعا. طيب التصنيف القانوني استاذ ايمن للرجل الذي يضرب زوجته في القانون، هو في القانون الزوجه لو تعرضت لضرب من زوجها بيعتبر كأي انسان غريب، يعني ممكن تحرر له محضر في اسم الشرطه وبرضه يتحبس يعني عادي. انها ده القانون يتعامل على انه انسان غريب. ايوه طبعا، كانه خصم. كانه خصم يعني اقامه العلاقه الزوجيه لا تنفي المسؤوليه القانونيه عن الزوج بضرب زوجته. بالعكس، دي ممكن كمان تكون عامل ان هي في زياده العقوبه كمان. ولكن بالنسبه للحاله ديت بالذات ان غالبا ما بتكون الست عشان تتطلق او يكون في مشاكل فبتفتعل مساله الضرب ديت وبتعمل محضر في اسم الشرطه محضر كايدي يعني. غالبا يعني اغلب الظن يعني بيكون كده. انما هنتكلم لما في الحقيقه ان في رجاله طبعا بتضرب ستاتهم يعني، وان الضرب احنا هناخد بدايه كلامنا من كلام الدكتور ان هو بيقول ان لما يكون الضرب بدون مبرر هو يبقى يعتبر ساديه والراجل ده يبقى مضطرب نفسيا. لكن في سبب، والستات طبعا انت حضرتك ادرى مننا وعارفه الستات ممكن تخلي الراجل في ظل الضغوط النفسيه والعصبيه اللي بيمر بيها توصله لاعلى درجات العصبيه ان هو ممكن ما يلاقيش فرصه، هو هيعمل ايه؟ فرصة غير ان هو يضرب. يبقى الست الشريف ايه يا فرصة يا مخدة؟ ايه يطلع فيها طاقته ليه؟ ويطلع طاقته في الرياضة. احنا قلنا سعادتك ان هي اللي بتوصله لهذه الحالة، انه يكون خلاص فقط جميع الحلول، غير خلاص مفيش قدامه غير ان هو يستخدم القوة البدنية خلاص.